السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل في درس جديد من دروس تعليم الرسم، او رسم البورتريه بالتحديد بالالوان الذاتيه. زي ما اتفقنا، السلسله دي كانت اول سلسله نعملها على القناه لتعليم رسم البورتريه بالالوان الذاتيه، واشتغلنا في الجزء الاول او في الدرس الاول على المنطقه اللي فوق دي، رسمناها في الدرس الاول كلها من البدايه للنهايه، وكنا متفقين ان الدرس الثاني او الجزء الثاني هنرسم فيه الجزء ده. ولكن للاسف، للاسف وبكل الاسف، امبارح سهرت عليها لمدة ساعة ونص تقريبا بالليل، والنهاردة جيت أمنتش الفيديو لقيت كل الفيديوهات مش شغالة. معرفش بقى الكارت الميموري باظ ولا ايه بالظبط، وحاولت فيهم كتير جدا ولكن للأسف الفيديوهات كلها مش شغالة. فبالتالي الجزئية اللي أنا عملتها هنا دي للأسف، للأسف ولا كأننا عملنا حاجة. المهم بشكل سريع هحاول أوضح لكم ازاي تشتغلوا المنطقة دي والفم. هل هو مختلف عن الجزء الأول اللي احنا اشتغلناه؟ لا، هو مش مختلف في اي اختلاف او في اي حاجة. لو جينا قارنا الانف والفم هنلاقيهم عبارة عن تدريجات، ولو حضرنا الدرس الاول هنلاقي اللي احنا بدأنا بفتحات الانف اللي هي المنطقة الغامقة، وقعدنا ندرج من الغامق للفاتح. نفس الكلام اللي هتعملوه في الفم، في الفم هتبدأوا تعملوا المنطقة السوداء اللي في منتصف الفم واللي في الجوانب، وبعد كده تبدأوا تدرجوا الشفايف من الغامق للفاتح، وفي النهاية تحطوا الاضاءة البيضاء بطرف الفرشة. وكذلك احنا هنا في الخد اشتغلنا الجزء ده في الدرس الاول، هو نفسه اللي هنعمله في الجزء اللي تحت، مع اختلاف بس ان الجزء اللي تحت ده فيه غامق شوية، وده هيكون نفس الدرجة اللي احنا حطيناها برضو في الدرس الاول فوق. اذا لو جينا فكرنا مع بعض هنلاقي ان الدرس التاني اللي اتمسح ده هو نفسه الدرس الاول، يعني مفيش اي تكنيك مختلف. فالنهاردة ان شاء الله هيكون الدرس التاني والاخير او قبل الاخير، يعني ممكن نشتغل الشعر النهاردة ونخلي الملابس برضو في فيديو تاني عشان الموضوع ما يختلطش علينا. فالنهاردة ان شاء الله هنشرح ازاي نرسم الشعر الكيرلي بشكل مظبوط باستخدام الالوان الذاتيه. الشعر اللي قدامكم ده هنبدا نرسمه ان شاء الله، فركزوا معايا ويلا بينا نبدا. اول شيء يا فنانين هبدا احط له الاسود، وفي مدارس او في بعض الناس بيقولوا ان اللون الاسود ممنوع نستخدمه في البورتريه، ولكن انا شايف ان ده شعر فعادي اللي احنا نستخدم فيه لون اسود. اما لو انت مش حابب تستخدم اللون الاسود فممكن تخلط الازرق الغامق مع اللون البني ويديك اللون الاسود، او تخلط الثلاث درجات الاساسيه اللي هما الاصفر والاحمر والازرق وبرضه هيدي لك اللون الاسود. فالطريقتين معاك وانت تختار الانسب ليك. انا مش هجبرك انك تشتغل بحاجه، علشان بس في ناس بتفهم غلط او يعني بتفهم ان انا بجبرهم على شيء معين. هنبدا باللون الاسود، نحط نقطه زيت كده عشان اللون يبقى سلس معانا، وباستخدام فرشه مش صغيره قوي ولا كبيره قوي، ونبدا نظلل الشعر بتاعنا اهو بالشكل ده. هنبدا نعمل كتله بدون التركيز في اي التفاصيل، يعني التفاصيل ما بركزش فيها دلوقتي. احنا المهم دلوقتي عندنا ان احنا نطلع كتلة الشعر في مكانها المظبوط وبلونها المظبوط كمان. طبعا المنطقة المحيطة بالرأس دي كلها او بالوجه كلها منطقة سودة، فببدأ باللون الاسود اظلل بقلب جامد، مخافش كده. واخد بالي كويس جدا من المنطقة بتاعت او المنطقة اللي هي المحيطة بالوجه اللي هي دي، دايما اخف ايدي واحاول ادمج او اعمل عملية دمج ما بين المنطقة دي وما بين الوجه، عشان ما يبقاش الموضوع فيك، لان في ناس بتسيبها متحددة بخط صريح كده، فطبعا مش بتكون واقعية ابدا. وباجي عند المنطقة اللي هي ما بين الشعر والجبهة زي ما اتفقنا، ببدأ أعمل عملية دمج بحيث ما يبقاش الشعر تحس إن هو باروكة أو فيك كده.
خدوا بالكم من النقطة دي لأنها مهمة جدا وبتأثر فعلا في واقعية الشعر أو في واقعية البورتريه في المجمل يعني كعموم. بنيجي بقى في منابت الشعر او في اطراف الشعر من فوق يا شباب، بنحط لون ابيض شوية وبنبدأ نفتح بيه اللون الاسود زي ما انت شايفين بالشكل ده، مع ملاحظة ان لو بصينا كويس في الشعر من فوق هنلاقي ان فيه لون اخضر طفيف خالص كده. طب اللون الاخضر ده ممكن نجيبه عن طريق ايه؟ لو عندي اخضر جاهز تمام، لو ما عنديش اخضر جاهز ممكن اخلط الازرق مع الاصفر بنسب متساوية يديني اللون الاخضر، هبدأ اخد اللون الاخضر احط منه نقطة بسيطة واخد النقطة دي وادمجها مع اللون الاسود على اللون الابيض اللي احنا حطيناه، وبكده اديت للون الرمادي لون افتح اهو، وابدأ اخف تدريجيا وانا طالع لفوق. ما هو انت كل ما هتطلع لفوق كل ما اللون هيفتح معاك اكتر زي ما حضراتكم ملاحظين كده. بالشكل ده انا ممكن اسيب الشعر بالتكنيك ده، يبقى انا كده عملت تكنيك من عندي، ولكن لو انت حابب تلتزم بقى بالصورة الاصلية بالظبط ومن النوع اللي بيحب يعمل كل حاجة زي ما هي فكمل معايا للخطوة الاخيرة، لكن لو انت حابب تكتفي بالخطوة دي انا شايف انها لذيذة جدا. يبقى احنا برضو عملنا ايه؟ عملنا تكنيك من عندنا، ما التزمناش قوي بالصورة الاصلية. فحسب رغبتك، ده متاح وده متاح، اعمل اللي انت بتحبه. ببدأ اطلع شوية تفاصيل سودة برضو في النص كده وادمجها بهذا الشكل. وفي الخطوة ده فنين نبدأ نجيب سلك اللي هو سلك مواعين ونبدأ ناخد بيه أو نخلط الأول لون خفيف فوق كده أهو، نفتح بيه اللون الرمادي بهذا الشكل، نعمل ميكس بأكتر من درجة، ممكن نحط معاهم بني، ممكن نحط بعض الأصفر أخضر كده يعني أي لون يقابلني أحطه، وأبدأ أخد بسلك المواعين بالشكل ده وابدأ اعمل بيه تفاصيل الشعر.
واحاول اعمل فراغات فاتحة وفراغات تانية غامقة، بحيث اخد تأثير الشعر الطبيعي اللي انا محتاجه، يعني مخليش كله فاتح ولا اخلي كله غامق. اتمنى تكونوا فاهمين وجهة نظري. ممكن اخد بعض البني ادخله في اطراف الاسود كده، مش لازم اكون مقيد بالصورة بالظبط. زي ما احنا شايفين ببدأ احط برضو بعض التفاصيل البيضة. ونبدأ باستخدام الفرشة الصغيرة بتاعت الشعر دي، ناخد لون خفيف منه وممكن من البني كمان، أنا ممكن أحط شوية بني، وطبعا لازم يكون مع زيت. كده وناخد بالفرشة ونبدأ نعمل شوية تاتشات كده بشكل سريع. الخطوة دي يعني مش خطوة أساسية، ولكنها برضو بتفرق في الشكل العام للشعر. لو حابب تعملها تمام، لو مش حابب تعملها خلاص. وبكده فنان نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. الشعر مش صعب، الشعر جميل، وان شاء الله ممكن نعمل دروس تانية عن شعر مختلف. احنا كده خلصنا الوجه كله كاملا، او الرأس كلها، الوجه والشعر، مش باقي لنا بس غير الملابس. ممكن اعمل لها فيديو برضه عشان لو حد محتاج يعرف تكنيك الملابس يحضرها معانا. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش الدعم بلايك على الفيديو، وتشارك الفيديو مع حد من اصدقائك علشان يستفاد هو كمان، يعني ما نبخلش على بعض. ودمتم بخير، واستنوني في دروس جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.